أهلا بكم في مرايا. زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر 3 أيام حافلات بالأمل والعمل، مفرحة لمن يحب معقل الأمن العربي، السعودية ومصر أو مصر والسعودية، وتغيظ من يكره تقاربهما أو يكرههما كدول. وهذول اللي يكرهون مش بس خارج مصر والسعودية، حتى من جوا مصر والسعودية في ناس مش عاجبها أنه يصير في تحالف مصري سعودي لأسباب مختلفة يجي شرحها يمكن. قبل ذلك في أبريل 2016 نتذكر الزيارة الكبيرة التاريخية اللي امتدت لعدة أيام للملك سلمان بن عبد العزيز، وكانت هذه الزيارة بالفعل فارقة في ديوان العلاقات بين مصر أرض الكنانة والسعودية نبع الإسلام وجزيرة العرب. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى جانب أنها تؤكد المؤكد، تجدد المجدد وهو الحلف السعودي المصري، وتخبرنا أنه باق وراسخ ومتطور بالإذن من الإخوان وأردوغان جماعة إيران ومن يتدرج في أضرحتهم السياسية. أقول إلى جانب هذا الهدف العظيم وربما تعزيزا له، تسعى الرؤية أو القيادة السعودية مع المصرية إلى تشييد جسور المصالح الاقتصادية الكبرى للبلدين. بالمناسبة في حكي الآن جدي أو خلاص يعني بدينا موضوع جسر الملك سلمان الرابط بين البلدين. مثلا على جسر ذكر الجسر الملك سلمان وموقعه، نتحدث عن مشروع نيوم الاستراتيجي على كتف البحر الأحمر الشمالي، نتحدث عن مشروع بحجم دولة كبيرة تقريبا. هذا المشروع له جانب مصري وأردني طبعا، وعليه تم تأسيس صندوق سعودي مصري استثماري، وصارت سيناء الجنوبية المصرية ضلعا من أضلاع مشروع نيوم السعودي الاستراتيجي. يعني بالعربي مصر صارت في صلب الرؤية السعودية 2030، والعكس صحيح. السعودية بالنسبة للرؤية المصرية ما في غنى، أتكلم بالجانب الاقتصادي البحت. نعرف كلنا أنه أكبر حضور مصري في خارج مصر جاليات يعني هو بالسعودية، تقريبا 3 مليون إنسان مصري في السعودية. هذا الرقم أو هذه الحقيقة بحد ذاتها رابطة من أمتن الروابط الحقيقية بين البلدين. إحنا لو حنحكي عن تاريخية العلاقات السعودية المصرية يعني مش حيكفينا الوقت فعلا، يعني من قديم. وعلى كل حال سبق لنا هنا مع بعض إذا تتذكرون تأملنا وتفكرنا ودردشنا عن المجرى التاريخي في هذه العلاقة بين السعودية ومصر من زمان من قرون. مثلا في العصور القريبة نتذكر زيارة المؤسس الملك عبد العزيز لمصر، وأيضا زيارة الملك فاروق للسعودية اللي هي قمة رضوى الشهيرة بينبع في التاريخ يعني، واحتفلت بها الصحافة المصرية والصحافة السعودية. في خضم زيارة الأمير محمد لمصر التقى جماعة من الصحفيين والمثقفين المصريين، على عادته دائم يعقد لقاءات تصير مغلقة يعني، بس مش ممنوعة للنشر، بس عشان يصير الحوار فيها مفتوح. وسبق كثير يعني خاضوا هذه التجربة مع الأمير محمد واستمتعوا بالحوار معه، لكن يمكن بالنسبة للصحفيين المصريين أو المثقفين تعتبر التجربة الأولى. تسرب حديثه من قبل هؤلاء النخبة المصرية للإعلام المصري، واغلبهم او كلهم مثل ما قلت لكم ممكن يجلسون مع الامير محمد بن سلمان للمره الاولى جلسه نقاش مباشره، اتكلم مش يعني اجتماعات رسميه. وطبعا كان انطباعهم ممتاز وهذا شيء طبيعي، لانه بصراحه هي يعني المشكله الواحد يخشى انه يتهم بالمجامله او، بس هذه حقيقه. اي انسان قدر له الحديث بشكل مفتوح او في لقاء مع مجموعه من الصحفيين او الكتاب او غيرهم مثل ما قدر العبد لله مع هذا القائد السياسي الشاب سيتملكه انطباع لا يزول ولا يذبل عن استثنائية هذه الشخصية وقدرتها الفائقة في الإقناع والأرقام اللي حاضرة باستمرار، يعني ملم بالتفاصيل، تفاصيل الرؤية وخطوطها العامة، التفاصيل والمجمل كله. ولي العهد السعودي قال خلال اللقاء مع الصحفيين المصريين أن العلاقات المصرية السعودية قوية منيعة صلبة وعصية على أي محاولة للتخريب. فمعلش بالنسبة لجماعات ومغردي ومذيعي وكتاب جماعة الإخوان، مش بس المصريين بل الخليجيين وغيرهم من الجنسيات عربية وغير عربية، وكل من ينتمي للإخوان مش لازم بس بالمعنى الحزبي، حزبي أو فكري أو عاطفي، معلش. علاقة شراكة متكاملة، هكذا تنظر مصر والسعودية إلى ما يربطهما.
شرقا السعودية مملكة غنية تستثمر من أجل التحرر من النفط وفي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموح الشباب وتحفظ لهم مكانا في المستقبل. غربا مصر خزان المنطقة البشري الذي يعاني تحديات اقتصادية قاسية ويبحث عن حلول لمعضلات إنمائية هائلة. البلدان يعملان معا بطريقة جديدة، تثبيت المحور السياسي الاستراتيجي بينهما وتطوير المشاريع المشتركة لصالح الطرفين. طيب، إيش صار من اتفاقات بين القاهرة والرياض، والرياض والقاهرة في السياحة والصناعة والطاقة والاقتصاد بشكل عام؟ إيش صار؟ هذا يعرفه أهل الاختصاص بتفاصيله ومآلاته، وأغلبه منشور في الإعلام يعني بشكل مبسط للقارئ. لكن أنا بصراحة أنه عجبني جدا في الزيارة هذه أشياء أخرى، يعني هي اللفتات الحضارية للزيارة. مثلا حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدار الأوبرا المصرية عرضا مسرحيا بعنوان سلم نفسك. المسرحية هذه هي لاسم معروف ومهم في المسرح المصري بالذات في السنوات الأخيرة، وهو خالد جلال، ومن أداء مجموعة من الشبان المحترفين. الحلو أنه فيها كما قرأت وتابعت من كلام بعض النقاد على المسرحية، فيها تناول جديد لداعش وأثر داعش من ناحية كوميدية اجتماعية، وأيضا للبيروقراطية الحكومية، طبعا مش بيمدحها، بيهجوها أكيد، بشكل كوميدي خفيف وسريع الإيقاع. ليست المسرحية فقط ودار الأوبرا، لا، في شيء أهم. لدينا الزيارة النادرة لكاتدرائية العباسية اللي هي أيقونة الوجود القبطي المصري، طبعا زيارة الأزهر. جموع الأقباط المصريين نرحب به في وطنه الثاني مصر. كانت زيارة طيبة وجلسة طيبة، تكلمنا فيها بعد الترحيب، تكلمنا فيها عن العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر والسعودية. ما بناه التاريخ وصانه الحاضر وحماه المستقبل لا تفصم عراه، مهما هبت رياح الخلافات، وهي سبق أن هبت وربما يكون لها لواحق، تلك سنة السياسة، لكن يبقى المتن وتضمحل الهوامش مع الزمن. هكذا ترى القيادة السعودية بديهية العلاقات مع مصر. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف وفي كل الأوقات، ولن يتغير هذا الشيء. لم يكن بلا شك سوف يحاول أعداء المملكة العربية السعودية أو مصر خلقها بشكل أو آخر، سواء من الدعاية الإيرانية أو الدعاية الإخوانجية، لإحداث شرخ بين العلاقة السعودية والمصرية. القيادة في البلدين لا تلتفت لهذه المحاترات وهذه التفاهات. مرة ثانية، معليش جماعة الإخوان ومن يلوذ بها من جماعة، أنا مش إخوان، ولكن نحن أمام حقيقة، نحن أمام تاريخ ممتد.
أريد القول بوضوح أن الدول الكبيرة تعرف كيف تحافظ على المصالح الكبيرة بينها وكيف تدير خلافاتها إن وجدت برشد وروية وأنات وتقديم للأهم في المهم. وهكذا هو الحال بين رياض العز وقاهرة المعز. قال الشاعر المصري صالح جودت وغنى كلامه الموسيقار عبد الوهاب عن جد الأمير محمد المؤسس الملك عبد العزيز، قال: يا رفيع التاج من آل سعود، يومنا أجمل أيام الوجود، موكب الخير من البيت العتيد، يختال على النيل السعيد. إلى اللقاء.